السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الأرثروبود. أنت كميديكال ستيودنت اللي مطلوب منك في كل الأرثروبود هو الميديكال امبورتنس تقريبا وفقط، يعني ممكن أحيانا في بعض الحاجات مطلوب منك فيها مانجمنت، ولكن الأولى في كل حاجة هي الميديكال امبورتنس. الميديكال امبورتنس بتاعت الأرثروبود بدأ مثلا بميديكال امبورتنس أوف موسكيتو. ميديكال امبورتنس اوف موسكيتو، هتحفظ النغمه بتاعتك. درماتيتس، فيلاريا، ملاريا، وفيرال ديزيز، يعني اي حاجه موسكيتو زي انوفلس، زي كيوليكس، زي ايدس، فدايما تقول في اي واحده من الثلاثه هتقول ايه؟ درماتيتس، ملاريا، فيلاريا، وفيرال ديزيز. درماتيتس، فيلاريا، وملاريا، وفيرال ديزيز، سواء انوفلس او كيوليكس او ايدس، كلهم بيعملوا الاربع عناوين دول تقريبا. العنوان الاول اللي هو الدرماتيتس، لان اي قرصه هتعمل لك موسكيتو درماتيتس. انت اتقرصت، فانت ممكن تلاقي الطفل مثلا نام ومش واخد، مامته ما كانتش مغطيه بناموسيه ولا حاجه، فيصحى كله حبوب والتهابات في وشه والتهابات في كل الاماكن اللي كانت عريانه من جسمه. فلما تلاقيه الحاجات الدرماتيتس في الاماكن اللي مش متغطيه بالهدوم، فعلى طول بتعرف انها موسكيتو درماتيتس. فانت الموسكيتو درماتيتس، لان الموسكيتو بايت الصلايفه بتاعتها بتعمل اليرجيك اريتيتنج درماتيتس، تستمر فور اورز تو دايز. ودي يعني بالمناسبه لو هتلاقي في مرهم في الصيدليه اسمه انسكت بايت، المرهم اسمه كده، اسمه انسكت بايت. ليه؟ لما الحشره بتقرصك فانت محتاج حاجه للحساسيه تتحط عليها. فلاريا، لان هي بتعمل ترانسميشن اوف المايكرو فلاريا بأوبليجاتوري، هي أوبليجاتوري انترميديت هوست اوف مايكرو فلاريا لارفا. ونوع الترانسميشن اسمه سايكلو ديفلوبمنتال. يعني ايه سايكلو ديفلوبمنتال؟ يعني هي محتاجه الهوست اللي هو الموسكيتو ده كانترميديت هوست علشان تعمل ديفلوبمنت جواه، مش بس ان هي بتعمل بروباجيشن. او نوع الترانسميشن هيتناقش لوحده في الجزئيه بتاعت الجنرال. يبقى الترانسميشن اوف مايكرو فلاريا زي الانوفيلس كانت بتنقل الوشيريريا مالاي وبانكروفتي، الكيوليكس والايدس بتنقل بانكروفتي. ماشي، يبقى درماتيتس، فلاريا، وملاريا. الانوفلس هي مشهوره جدا انها اللي بتنقل البلازموديوم اللي هو البروتوزوا اوف ملاريا، فهو الديفينيتيف هوست اوف ماميليان بلازموديوم. والانوفلس فرعونيسز موجوده في ايجيبت، وانوفلس جامبيا دي هي اللي بتنقل بلازموديوم فالسيبارم. وده سؤال مهم، دايره حوالين الجامبيا والفالسيبارم، هيجي يقول لك هي مين فيهم، فهتقول له الجامبيا. طيب تعال نشوف الكيوليكس. الكيوليكس قلنا درماتيتس، فيلاريا، وملاريا، وفيرال ديزيز. طب هي بتنقل ملاريا؟ يعني انت لو اتقرصنا بكيوليكس هيجي لنا ملاريا؟ الاجابه لا، عشان كده انت ما سمعتش كلمه او اي حشره مع الملاريا غير انوفلس، فيميل تحديدا انوفلس. امال ايه انت كاتب هنا ملاريا؟ لا، دي البرد ملاريا، برد ملاريا. الفيرال ديزيز بتتنقل ترانس اوفيريان. يعني ايه ترانس اوفيريان؟ يعني انت لما تموت الناموس كله، فالبيض اللي هو حاطه، البيض اللي هو حاطه في اي مكان، البيض دوت بيحمل نفس الفيرال، بيتنقل ترانس اوفيريان، يعني بيتنقل ما بين الاجيال. فانت لو قتلت كل الادلت، فالادلت دي اوريدي كانت باضت بيض في مكان ما، البيض ده لما يفقس هيطلع لك يرقات ثم ناموس، الناموس ده والموسكيتو هتبقى هي كمان عندها ذا سيم فيرال ديزيز اللي هتقدر تعمل له بروباجيشن، وده مخلي الموضوع خطر شويه. الفيرال ديزيز بتتنقل ترانس اوفيريان زي مين؟ زي الابيديميك بولي ارثرايتس، زي اليلو فيفر، ويلو فيفر من اسمها الحمى الصفراء، يلو فيفر، واتاخدت في الميكروبيولوجي. ماشي، بتتنقل بالفلافي فيروس او المسبب بتاعها فلافي فيروس. ريفت فالي فيفر اللي هي حمى الوادي المتصدع، ريفت فالي فيفر الوادي المتصدع ده مكان موجود في اسوان. اكواين انكيفاليتس فيروس، وحاجه اسمها دينج فيفر اللي هي حمى الضنك، برضو كانت عمل عليها بروباجندا كبيره عشان كانت موجوده في مصر برضو. يبقى انت عندك الابيديميك بولي ارثرايتس واليلو وريد، ابيديميك يلو ريد، ريد اللي هي ريفت فالي، انكيفاليتس، دينج فيفر. الايدس بتنقل ايه؟ نفس القصه، درماتيتس، فيلاريا، بس مش ملاريا، لا، تولاريميا. التولاريميا اللي بتتعمل بفرانسيسيلا تولارينسز اللي حضرتك هتاخدها الفرانسيسيلا تولارينسز في الميكروبيولوجي. ويلو ريد بتعمل برضو يلو فيفر وريفت فالي فيفر وانكفالايتس ودينج فيفر، نفس الكلام بالظبط. طيب بعد كده تعال نشوف الفاميلي اسمها سايكوديديا او الفلوبوتومس
او الساند فلاي، ان احنا قلنا ان الساند فلاي اسمها في العالم الجديد في النيو وورلد اسمها ايه؟ لوتزومايا. طيب واسمها في الاولد وورلد اسمها فلوبوتومس. طب دي بتنقل ايه؟ ممكن نقول فوق كانت بتعمل درماتيتس فيلاريا وملاريا وفيرال ديزيز، طب تحت بتعمل درماتيتس وليشمانيا وبارتونيلا وفيرال ديزيز. تاني بتعمل ايه؟ بتعمل درماتيتس وليشمانيا وبارتونيلا وفيرال ديزيز. طيب بتنقل درماتيتس، الدرماتيتس بتاعتها اليرجيك اريتيتنج درماتيتس اسمها تحديدا حراره، اسمها ايه؟ حراره. طيب والليشمانيا ده اشهر حاجه، ما هي اذا ذكرت الساند فلاي ذكرت الليشمانيا. بتنقل بكتيريا اسمها بارتونيلا باسيلي فور، بتعمل حاجه اسمها كاريونز ديزيز. الكاريونز ديزيز في منه اتنين فورم، في منه فيسرال فورم وكوتينيوس فورم. زي مين؟ زي الليشمانيا. مش الليشمانيا كان فيها كوتينيوس ليشمانيزيس وفيسرال ليشمانيزيس؟ الكاريونز ديزيز او البارتونيلا باسيلي فور، ودي مهمه، مايكروبارا، بتعمل لك يا اما اوريا فيفر، اوريا فيفر ودي الفيسرال فور زي البلاك فيفر بتاع الليشمانيا، اوريا فيفر ودي الفيتال فيسرال فور، بتعمل لك سكيليتال بين مع جوندس وانيميا، وفيريجا بروانا ده مايلد نون فيتال كوتينيوس فور. طب الفيرال ديزيز، اي فيرال ديزيز بيتنقل ازاي بالحشرات؟ بيتنقل ترانس اوفيريان. بيتنقل ازاي؟ ترانس اوفيريان. بتعمل لك حاجه اسمها ساند فلاي فيفر، ساند فلاي فيفر، اللي اسمها باباتاسي فيفر، باباتاسي فيفر، واسمها 3 داي فيفر. هم الثلاث ايام مهمه جدا، عشان انت هتاخد في حاجه اسمها 3 داي فيفر، 5 داي فيفر، 7 داي فيفر، في 6 داي فيفر اللي هي الميسلز. فهم الثلاث ايام او الباباتاسي فيفر او الساند فلاي فيفر دي تبقى فاكر من دلوقتي، عشان كمان محاضرتين هتلاقينا بنتكلم على 5 داي فيفر و 7 داي فيفر. بتعمل فيفر وهيديك واوربيتال بين، اوربيتال بين وجع هنا، واليوكوبينيا وفيسرال فيزيكولار استوماتيتس وفلو لايك شبه الانفلونزا. يبقى الساند فلاي بتعمل ليشمانيا او درماتيتس وليشمانيا وبارتونيلا وفيرال ديزيز، اي فيرال ديزيز ترانس اوفر. نيجي الفاميلي اسمها ماسيديا، ودي اللي منها الهاوس فلاي والاستابل فلاي والسي تي فلاي. الهاوس فلاي اللي اسمها ماسكا دومينيسكا، ماسكا دومينيستيكا اللي هي دومينيستيك انيمال، يعني الحيوانات المنزليه، هي ماسكا دومينيستيكا علشان هي معناها انها بتيجي، او هي اسمها الهاوس فلاي الذبابه المنزليه. استوموكسز اللي هي الاستابل فلاي، دي اللي موجوده في الاستابل في الحيوانات. وجلوسينا اللي هي كانت جلوسينا بلبالز وجلوسينا موريسيتان اللي خدناها تحت اسم تسي تسي فلاي بتاعت مرض النوم الافريقي. فالجلوسينا اللي كانت بتنقل مرض النوم الافريقي سواء اكيوت او كرونيك، والجدول بتاعه اللي اتناقش على السبوره هيغطي لك الجزئيه دي. تمام؟ طيب تعال نشوف الماسكا دومينيستيكا. الهاوس فلاي والاستابل فلاي، الذبابه المنزليه، انت عارف هي بتنقل لك ديزيز ازاي او بتعمل لك امراض؟ على فكره مشهور جدا 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 ان معروف ان الدبانه بتنقل لك امراض ازاي، علشان بتقف على حاجه مش نظيفه وتروح جايه شايله الحاجه اللي مش نظيفه دي في رجليها وتروح تقف على الاكل بتاعك. ده كده اسمها ميكانيكال ترانسميشن. يعني ايه ميكانيكال ترانسميشن؟ يعني انت مفيش هي ما شاركتش في اي حاجه في اللايف سايكل، ولا دخلتها جوه الفيسرا بتاعتها ولا اي حاجه. امال ايه كل الموضوع؟ انها حرفيا كان المعلقه وقعت منك في الارض، بعدين انت شلت المعلقه اكلت بيها. ايه الخطوره في المعلقه دلوقتي؟ انها شالت لك انفكشن من على الارض كميكانيكال ترانسميشن. الحركه اللي المعلقه عملتها هي نفسها الحركه اللي الذبابه المنزليه عملتها، هي نفسها الحركه اللي الاستوموكسز عملتها. علشان كده هتلاقي الامراض اللي تنقل بالذباب هي الامراض اللي موجوده في الفيسز بتاعت الهيومن. طب وبتاعت الاستابل فلاي؟ هي الامراض اللي موجوده في الفيسز بتاعت الحيوانات. يبقى ميكانيكال ترانسميشن لايه؟ لفيكال ماتيريال، فشالت فيسز حطته لك على الاكل. لو هي هاوس فلاي هتبقى الحاجات اللي عايشه في بطن الانسان، ولو هي ستابل فلاي هتبقى الحاجات اللي عايشه في الستابل بتاع الحيوانات. طيب ممكن حاجه ثانيه؟ ايوه، ممكن تقف على جرح وتنقل لك انفكشن للجرح، يعني تعمل ووند انفكشن بنفس الطريقه الميكانيكال، يعني مش شرط الحاجات اللي في الانتستين.
تعال شوف، بيقول لك ميكانيكال يتنقل لك حاجات انتريك اللي موجوده في بطن الانسان زي الاميبا، البوليو، الكوليرا، الشيجيلا، التيفويد، ونان انتريك زي التي بي والتيتانوس والتراكوما، التراكوما اللي هو مرض الرمد، والانثراكس اللي هي الجمر. طب الاستوموكسز تنقل تريبانسوما، انثراكس، بروسيلا، ايبيديميك ريلابسنج فيفر، كلها زونوتيك ديزيز بتيجي من حيوان لانسان. تمام؟ طيب والاثنين يعملوا ميزس. طب يعني ايه ميزس؟ ميزس يعني الدرس اللي جاي، اللي هو باختصارا يعني انك الشخص يدود. الفيديو اللي احنا كنا رافعينه على الجروب بتاعنا اللي هو ايه، يعني الدبانه باضت على الجرح، البيض ده لما بيفقس ما بيطلعش دبان صغير، امال بيطلع ايه؟ بيطلع دود، والدود بعد كده يبقى شرنقه، والشرنقه تفتح ويخرج منها فراشه. فاكر دوت الاز؟ نفس الدايره بتاع دوت الاز دي اللي بتحصل مع الذباب المنزليه. خلاص، في حاجه اسمها كومبليت ميتامورفوزيس، تحور كامل في الشكل، يعني الدبانه ما بتخليش دبان صغير، امال بتخلي فيها يا دكتور؟ بتبيض. والبيض بتاعها ما بيفقسش دبان صغير، امال بيفقس ايه؟ بيفقس الدوده، والدود بعد كده يتحول لبوبه، والبوبه تفتح ويطلع منها ذباب. طيب ده الميزس. اللارفا ممكن تعمل انتستينال او يوروجينيتال ميزس، والاستوموكسس بيعمل اكسيدنتال ميز. نيجي للجلوستين. الجلوستينا في منها نوعين، جلوستينا بالبالز وجلوستينا موريسيتان. الجلوستينا بالبالز دي اللي كانت بتعمل جامبيان سليبنج ديزيز، اللي هو ويست، او اللي هو كنا بنقول ايه، كرونيك. فاحنا كنا بنحفظ كلمه الجلوستينا بالبالز دي في كلمه غرب، جي اتش ار بي. الجي جامبيان، او الاول كلمه غرب على بعضها غرب، يعني دي اللي بتبقى موجوده في غرب افريقيا في ويست، يبقى كلمه غرب اللي هو جي اتش ار بي. هنطلع منها كام كلمه؟ هنطلع منها خمسه، جي اتش ار بي. امال جبت الخمسه منين؟ ان كلمه غرب نفسها معناها ويست، يبقى موجوده في غرب افريقيا. طب جي اللي هو اسمه جامبيان سليبنج ديزيز، ماشي، او بيتعمل ب تريبانسوما جامبينزي. ماشي ماشي، يبقى اول حاجه جي جامبيان، اتش هيومن اونلي، اتش بيجي في الهيومن اونلي وعشان كده ما بيعملش انيمال انيكيوليشن. ار موجود في الريفيرين او اسمه ريفيرين سبيشيس. بي بيتنقل بالبلبالز، يبقى كلمة غرب طلعت منها كام كلمة؟ طلعت خمس أو ست كلمات. خلاص، الكلمة الأولى إنه كلمة غرب معناها ويست، الجي جامبيان، الاتش هيومن، والاتش تزود منها كلمة، طلع منها الكلمة السادسة إن هو ريفراكتوري أنيمال انيكيوليشن، ما ينفعش تزرعه في أنيمال انيكيوليشن. والآر ريفيرين سبيشيس، والبي بلبالز، جولسينا بلبالز. نيجي بعد كده، وطبعا لما تعكسهم هتدي لك الموريسيتان، يعني بدل جامبيان هيبقى روديسنس، بدل هيومن اونلي هيبقى انيمال، بدل ريفيرين هيبقى سافانا، بدل بلبالز هتبقى موريسيتان. خلاص، يبقى كلمه غرب دي طلع منها ست اوجه مقارنه كده، يبقى احنا خلصنا الميديكال امبورتانس اوف الموسكيتو والمصيد والفلوبوتوماس. وبالتوفيق.